يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة البردقان. عندي هون انا كاستين طحين، عندي 3 ارباع الكاسة زيت نباتي، كاسة كاملة سكر، نص الكاسة حليب، وربع الكاسة عصير بردقان، 4 بيض. وعندي هون البردقانتين انا اخذتهم، اخذ برشون يعني برشة بس القشر، وبرش ليمونة واحدة. عندي معلقتين بيكنج باودر، معلقة الشاي بيكنج باودر، ومعلقة واحدة فانيلا. هاي هي كل مكونات الكيكة. هلا رح نخلطهم مع بعض ونشوف كيف رح نشتغل سوا. رح احط البيض لحتى اخفقهم مع بعض. بضيف السكر وبخفقهم منيح. بحط البردقان، وطبعا هو بده خفق تقريبا شي 10 دقائق، لازم تضلي انت عم تخفقي فيه لحتى تلاقي السكر كله داب، والحليب كمان بضيفه وبخفقهم منيح. رح ضيف الزيت كمان كل الكمية اللي عندي. بحط هلأ برش الليمون والبردقان، بحط الفانيلا، وبترك البيكنج باودر والطحين للاخير. هلا بضيف الطحين وبصير بحركه بالمعلقه، وبحط البيكنج باودر بهالمرحله كمان مع الطحين. بس لقيتهم شوي جانسوا وبحط الكاسة الثانية. هلا بضيف الكمية الثانية لفوق شوي شوي لحتى تصير معي عجينة شوي سميكة. شايفين كيف صار قوامها بهالشكل هذا؟ هلا انا رح ادهن القالب شوية زيت ورش عليه شوية طحين وفضي هذا المزيج اللي انا عملته، وبقول لكم كيف رح نحطها بالفرن. انا دهنت القالب بالزيت وشوية طحين، وبحط هلا الكيكة مثل ما هي هون بنزلها. هلا انا بدي اخده هذا احطه بالفرن، حطه بالوسط على درجة حرارة 180، وبتحمل تقريبا شي نص ساعة. الشكل هذا رح خلصهم كلهم. لا تفتحي انت قبل، بعدين بس لقيتي اطرافه احمرت شوي بتاخديه وبترفعيه شوي لفوق وبتحطيه بتشغليه بس من فوق، وبتراقبيه لانه هذا بيحمر دغري على السريع. هلا لبين ما يصير الكيك نحن رح نروح نعمل صوص البردقان اللي بدنا نحطه بقلب الكيك او على وجه الكيك، وبرجيكم كيف الطريقه. لحتى اعمل انا صوص البردقان بدي معلقتين كبار من النشا، وعندي هون معلقتين سكر وكاستين البردقان. رح احطهم هلا انا هدول، اخلطهم كلهم على البارد، وبعدين اخذهم اغليهم شوي على النار لحتى يتجانسوا. بحط النشا وفوقه كمان السكر، بضيف البردقان وبصير بخلطهم شوي شوي لحتى يحلوا مع بعضهم. انت فيك تزيدي الكمية اذا بتحبي تعملي الصوص اكتر من هيك، فيك تزيدي الكمية اللي انت بدك اياها. هلا بضيف هدول كمان وباخدهم بغليهم على النار لحتى لاقيهم جمدوا. هلا انا حطيته على النار، بدك تضلي تحركيه لانه فيه نشا فهو رح يجمد حتى ما يلزق بسفل الكاسرولة. بدك تضلي تحركيه هيك بهالشكل لحتى تلاقيه جمد والقوام اللي بدك اياه انت. هلا برجيكم كيف رح يصير شكله بعد ما يجمد. شايفين هلا بعد ما تماسكت كيف صار قوامها؟ هي البالوزة اللي نحن بنعملها من البردقان نفسها، انا رح اعملها بهالشكل هذا رح يكون قوامها. لا تخنيها كثير لحتى تمد معاكي بقلب الكيكه. انا طالعت الجاتو من الفرن صار بهالشكل هذا. هلا بدي اقلبه وقصه بالنص لحتى نحط عليه الصوص اللي عملناه مع بعض. انا
هلا انا قلبته بهالشكل هذا، شايفه كيف صار بهالشكل. هلا بدي اقصه. بتحبي تخليه بهالشكل بس بتحطي الصوص على الوجه، او تقصي طبقه بالنص تعمليه طبقتين وبتحطي من جوا الصوص البردقان وكمان على الوجه. هلا انا رح احطهم وارجيكي كيف رح اساويهم. انا قصيتهم بالنص، شايفين كيف؟ بحط طبقه، انتي تركيها بس لتبرد شوي صغيره، بس لا تخليها تجمد، يعني خليها شوي تكون يعني تقدري تتحكمي فيها. بحط طبقه بهون بالنص على الجهتين وبرجعون، وبحط بعدين الكمية اللي ضلت عندي بحطها على الوجه. هلا رح احطهم كلهم وبرجيكي كيف رح يصير شكله النهائي. كيكتنا هيك صارت جاهزة. انا رح اسملك منها قطعة تشوفيها كيف صاير شكلها. طبعا هي بتكون يعني رطبة و يعني هشة رح تكون. ارجيكي كيف هذا هو قوامه بهالشكل هذا. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، واهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.